الايجابيات اللي شافوها خاصه بالعراق او دول الخليج، وصار عندهم تشوق اكثر يجون بالمستقبل. تواصل الشباب بين الثقافات تخلق علاقه اقتصاديه وسياسيه وتعزز من التعاون الدولي بيناتهم. وهنا عندما يعني الشباب تطلع على مجتمعات اخرى راح تكتسب ثقافه ربما تكون اقتصاديه او تكنولوجيه، او تكتسب ثقافات اخرى تكون مهمه في بناء المجتمع وتطوير البلد مالتهم. ربما احنا عندنا يعني نقص في الخبرات التكنولوجيه، فالشباب عندما يتواصل مع البلدان الاخرى فسوف ينقل التكنولوجيا من البلد الثاني الى البلد ويستفاد منها ابناء البلد. اكيد هذا شيء ايجابي وينقل التاريخ، تاريخ البلدان هم خارج مثل الى ابعد نقطه بالدول العربيه. هذا يعني شيء ايجابي. نحن الشباب العراقيين عندما نذهب الى الامارات والى السعوديه والى قطر ننقل صوره ايجابيه عن بلدنا، بلدنا العراق هذا البلد العظيم. انا قبل 20 يوم كنت في السعوديه، نقلت صوره جدا، صورت في كوني اني انا شاعر وايضا اعلامي، نقلت صوره جميله عن العراق. فالاحتكاك مع الشاب يعني الشاب العراقي والشاب العربي يولد ثقافات جميله، يعني يضيف. يعني التقيت بشعراء سعوديين بشباب سعوديين حقيقه ضافوا لي من ثقافتهم ومعلوماتهم الكثير. نعم يعني التواصل في المجتمعات العربيه يفيد كعلاقات البلد، كنقل الحضاره والثقافه عن بلدنا الحبيب. يعني تطور العلاقات تفيدنا من خلال التجاره، من خلال يعني معرفه ثقافتنا والعوامل السياحيه. عندنا يعني عده اماكن سياحيه في بلدنا بس مظلومه اعلاميا، فهاي التواصل يفيدنا من خلال هاي الناحيه، من خلال معرفه الشعوب ثقافتنا ووعينا واهتمامنا بهاي الامور.